تقدر تقول كده انه العنوان الرئيسي للموسم ده انه مكاسب الاهلي بالجمله، والمكاسب مش بس القاب او بطولات، لكن اعتقد انه في حاجات كتيره جدا تقدر تقول عليها مكاسب تبني عليها للاهلي في المستقبل وفي المواسم اللي جايه، وتحديدا الموسم القادم اللي بشوفه موسم استثنائي على الكره المصريه بشكل عام وعلى الاهلي بشكل خاص، استثنائي من حيث امتداده وطوله ونوعيه بطولاته وعدد مبارياته اللي هتمثل أحمال كبيرة جدا على لاعبتنا وعلى أجهزتنا الفنية، سواء كنت بتكلم على منتخب مصر الأول والأولمبي، أو كنت بتكلم طبعا عن النادي الأهلي اللي هيخوض غمار منافسات من العيار الثقيل، أهمها وأصعبها طبعا بطولة كأس العالم وبطولة الدوري الأفريقي أو المسمى القديم بتاعها السوبر ليج. خلينا نتكلم الأول على مكاسب الأهلي السنة دي اللي اتحققت وإزاي نحافظ عليها، وإيه المنتظر من فرقتنا في ما هو قادم مع النجم الكبير كابتن ماهر همام اللي بيشرفني النهارده بوجوده معايا في السادسه. مساء الخير يا كابتن أهلاً ماهر. اهلا يا احمد، اهلا بيك. مبروك طبعا، موسم يعني موسم ما يتقالش عليه غير ألف مليون مبروك. موسم ممكن حتى اكثر الاهلاويه تفاؤلا ما كانش يتوقع سيناريو بالشكل ده من بدايته لنهايته، وخصوصا في ظل طبعا قياده مارسيل كولر الاولى اول مواسمه مع النادي الاهلي. فلازم ابتدي معاك الحلقه بمبروك على موسم امتد ل 11 شهر خلصناه يوم الخميس بالتاهل لقبل نهائي كاس مصر. الله يبارك فيك. طبعا مبروك للنادي الاهلي ومنظومه النادي الاهلي ككل، مجلس اداره، جهاز فني، لاعبين، جماهير الاهلي العظيمه في كل مكان. عايز اقول لك حاجه احمد، طبعا موسم بيتكتب في تاريخ النادي الاهلي. يعني احنا هنتكلم على 115 سنه انجازات. ايوه، هنلاقي ان السنه دي بالذات سنه من ضمن السنوات اللي ليها مميزات كثيره جدا من الناحيه الاداريه ومن الناحيه الفنيه، وكمان موسم بيتحسب للعبة دي. يعني اللعبه دي بتكتب اسمها في تاريخ النادي الاهلي، الناس مش هتنسى التاريخ ده بالذات اللي هو موسم 22-23، لان الموسم ده كان فيه حاجات جميله جدا، انتصارات فنيه وانتصارات اداريه واختيارات لعيبه واختيار مدير فني على اعلى مستوى ونضج كروي بشكل كبير استمتعنا به في موسم قوي جدا جدا للنادي الاهلي. النادي الاهلي عائد من سنتين اخفاقات والناس كانت زعلانه. اخفاقات قوي يا كابتن ماهر والله. يعني ضيع الدوري بالنسبه لنا برضه البطوله. ضيع الدوري سنتين يمكن بدل طبعًا بالنسبه لنا. لكن في نفس الوقت انت قادر تحقق بطولات في مراكز في كاس العالم، بتلعب بطوله افريقيا اربعه نهائي متتاليين بتكسب منهم ثلاثه، فيعني اعتقد برضو انه لما تيجي تحاسب على الفاتوره اجمالا يعني شيء طبيعي ومنطقي لفريق من 2019 ما خدش فترة راحة غير اسبوعين انه يحقق الالقاب دي كلها. ده شيء انا الحقيقة بحس انه جماهير نادي الاهلي، يمكن رغم انه الجيل ده متميز جدا على مستوى الارقام والنتائج، لكن بحس انه جماهير نادي الاهلي ظالمه الجيل ده بشكل يعني بشكل غريب عن كل الاجيال اللي سبقت. كل الاجيال فيها نجوم طبعا، كل الاجيال ليها بطولات وارقام، لكن ما حسيتش في جيل اتظلم زي الجيل ده. والله يا احمد عايز اقول لك حاجه، جمهور النادي الاهلي عمره ما بيظلم حد. جمهور النادي الاهلي بيعشق الكيان، وفي نفس الوقت بيعشق الناس اللي بتمثل هذا الكيان. فجمهور النادي الاهلي طول عمره طول عمره بصراحه يعني عنده صبر ومصابره وبيساند بشكل كبير جدا. حتى السنتين اللي فاتوا دول الناس وقفت والناس شجعت والناس حابت. وكمان عايز طبعا يعني اكافئ اللعيبه، لان اللعيبه كمان استحملت الضغوطات زي ما انت قلت، الاصابات والاجهاد، ومع هذا موسم بالنسبه لنا كان موسم جيد جدا بشكل كبير، واللعيبه يعني قدرت ان هي ترد في الملعب من خلال البطولات من خلال ادائهم. فده حاجه بتحسب للعيبه للجيل ده بالذات، وزي ما احنا بنقول كده ان طول عمرنا خلاص. يعني احنا هنتكلم على مميزات السنه دي، هنلاقي حاجات كتيره جدا من الناحيه الاداريه. طبعا مجلس اداره النادي الاهلي اللي استفاد بشكل كبير جدا في السنتين اللي فاتوا، وزي ما بقول لك الخبرات كل ماده بتزيد. الاستفاده ان الناس بدات فعلا، كابتن فضل الخطيب ومجلس ادارته بداوا يعني ياخدوا قرارات، وقرارات كلها كانت ايجابيه. من خلال الكوره، من خلال الاداره بتاعتهم. يعني شفنا طبعا صرح كبير كمان اكتر مجلس اداره بيتهاجم على قرارات. طبعا يعني سبحان الله، يعني يتهاجم على موسيماني، يتهاجم على فايلر في الاول بالزبط. وتهاجم على موسيماني من بعده، وتهاجم على مارسيل كولر بالزبط. اتهاجم على اسماء صفقات ما حصلتش، وتهاجم على اسماء صفقات حصلت. لكن في النهايه، وده ياخدنا لنقطه مهمه كابتن ماهر،
يقينا يعني. آه. انا ما حضرتش لا فتره كابتن صالح سليم ولا كابتن عبد صالح حمدي. الوحش ولا كابتن حسن حمدي. آه. ما اقصدش ما حضرت. آه. يا كنت كمشجع. آه. موجود وبتابع طبعا، لكن اقصد اقول ما حضرتش التفاصيل، لكن يقينا طول عمري اللي انطباعي واعتقد انطباع اغلب الاهلاويه انه ما فيش قرار في النادي الاهلي ما بيبقاش مدروس، ما بيبقاش قرار انفعالي وقرار وليد لحظه او وليد صدفه، بيبقى قرار مدروس ومبني على رؤيه للمستقبل، وما فيش قرار فردي. بالظبط. دايما القرار قرار مؤسسي يتم مناقشته ويتم الاتفاق عليه وصياغته. النهارده في قرارات طبعا تولي كابتن خالد بيبو مسؤوليه مدير الكره في الفريق الاول، خلفا طبعا للكابتن خلوق سيد عبد الحفيظ وصاحب مشوار عطاء كبير جدا للنادي الاهلي، وكابتن وليد سليمان كرئيس لقطاع الناشئين. شايف ده ازاي؟ وتقول ايه للتلات اسماء اللي بالتاكيد ايا كان اسم المنصب اللي بيتولوه بالتاكيد علاقتهم مع الاهلي مستمره ورحله عطائهم ما عنديش شك مع الاهلي هتفضل مستمره. هنتكلم على الجزء الاولاني اللي هو مجلس اداره النادي الاهلي اللي بيتواصلوا مع بعض من 115 سنه او 1907 الى يومنا هذا. كل المجالس الاداره اللي انت ذكرتهم احمد زي ما انت قلت كده فعلا كانوا اولا من اقوى الشخصيات اللي موجوده. ولاد النادي عندهم الخبره الاداريه، الخبره الفنيه، قراراتهم كلها كانت قرارات جماعيه. يعني كانت الناس زمان تقول لك الكابتن صالح سليم يعني بعظمته ده يعني يعني ده كان اكتر واحد كان ديمقراطي، كان قراره بيخص المجلس. انا اسمع لما كان حد يجي يكلمه في النادي وهو قاعد يعني بين اعضاء. آه. انت جاي تكلمني ليه؟ لا يعني روح كلم المسؤول عن الشيء عن الملف نفسه. بتاعي. او الملف يعني نفسه. فاحنا اتعودنا كده وتربينا على كده. فالنهارده كل مجلس من دول من الشخصيات المحترمه اللي انت ذكرتها اللي طبعا الله يرحمهم بقى اللي توفوا واللي موجودين الحاليه دي مساحه يا رب. كل واحد من المجالس دي خدم بما يرضي الله. وبعدين هو بيرحل بيسلم الرايه للي بعده. فمن هنا الخبرات مجالس ادارات النادي الاهلي نضجت بشكل كبير جدا. واخرها بقى طبعا الكابتن محمود الخطيب اللي هو عاش بقى مع الكابتن حسن حمدي، عاش مع صالح سليم، عاش مع عبد الصالح الوحش، عاش مع كل رؤساء الانديه اللي عملوا بصمه بشكل كبير جدا في النادي الاهلي. ومع هذا كمان وهو بشعبيته دي ونجوميته دي احسن لعيب في افريقيا واحسن لعيب في العالم العربي واحسن لعيب في الكره المصريه، مع هذا تهاجم. وسبحان الله الخبرات بقى والصبر والمثابره والتحمل اللي موجود عليه هو ومجلسه زي ما انت قلت، الصبر في القرار، الهدوء في القرار، التأني في القرار، وبعد كده يطلع قرار سبحان الله، يطلع قرار في محله. وبعدين القرار ده كمان يا احمد بيخدم بقى يعني يخدم لسنوات. فاحنا شفنا مثلا من ضمن القرارات اللي اخذها الكابتن محمود الخطيب اعطاء راحه للعيبه الدوليين والمحترفين اللي هم استمروا في الدوري العام او استمرارهم لمده سنتين متواصلتين. فطبعا الاصابات ضربت والاجهاد ضربت هؤلاء اللاعبين، فجالنا قرار بقى القرار اللي احنا كمان بنبني عليه السنه الجميله اللي احنا بنحكي عليها. قرار حته راحه اللعيبه، وشفنا بعد كده الراحه دي عملت ايه في اللعيبه. اللعيبه موسم ولا اجمل ولا احلى من موسم فعلا من الجانب الاداري والجانب الفني للاعيبه النادي الاهلي بالبطولات اللي حققوها ان شاء الله كمان خلال البطولات القادمه. الجزء الثاني من السؤال بقى طبعا حضرتك النجوم الكبار اللي هم عاشوا مع النادي الاهلي كلعيبه وعاشوا مع النادي الاهلي كاداريين، ولما بتطلب منهم كلهم بيلبوا. خالد بيبو كان ابن ابناء النادي الاهلي خلال الفتره الماضيه وكان لاعب من اللعيبه المميزه، قدر يدير او يترشح ل رئيس قطاع الناشئين مع الراجل الاجنبي التشيكي اللي كان موجود. عملوا طبعا سنتين من اجمل السنوات، شفنا خروج اكتر من لاعب من ولادنا الناشئين للفريق الاول. بعد كده القرار اللي استجد خلال الفتره اللي فاتت من لجنه التخطيط الكابتن محمود الخطيب، السيد عبد الحفيظ اللي انا بعتبره من افضل مديرين الكوره اللي جم في الحته دي بصراحه، يعني سيد ابن من النادي الاهلي المخلصين كلاعب.
لكن مش اشتغل في الحته دي. خد بالك كابتن ماهر من حاجه، يعني لما بنيجي نتكلم على مديرين الكره في النادي الاهلي احنا بنتكلم على اسماء تريد مارك زي ما بيقولوا. كابتن طارق سليم في فترته، وكابتن ثابت البطل، كابتن صالح سليم كان مدير كوره، وكابتن صالح سليم طبعا. لكن في النهايه الحاجات اللي يعني المستجدات اللي حصلت في صناعه الرياضه في مصر، في او صناعه كره القدم في مصر، المستجدات اللي دخلت، المستويات اللي احنا وصلنا لها، طرق التعامل، السوشيال ميديا، كل المتغيرات دي بالتاكيد كان ليها تاثير، وبالتاكيد قدرات سيد على التعامل معاها برضو اضافت لرصيده كبير يعني الكتير جدا. فده دي نقطه برضو تتحط في الاعتبار، وده الحقيقه يمكن يعني ربنا يوفقه طبعا ان شاء الله. خالد صديق عزيز وواحد من الشخصيات المحترمه، وواحد من الناس اللي يعني بيعجبني في خالد حقيقه انه دايما عنده الرغبه والقدره على انه يشتغل على نفسه ويطور من نفسه، وان شاء الله ربنا يوفقه في المنصب الجديد. زي ما قلت كده يا احمد، طول عمر مجالس اداره النادي الاهلي بتربي كوادر. يعني انا بحكي لك مثلا على كابتن حسن حمدي وهو مدير كوره، جايب كابتن زيزو مساعد ليه. يعني بص، يعني الكابتن حسن عارف انه هيقعد مرحله او مرحلتين وبعد كده هيرحل، مين يكمل بقى المشوار؟ الراجل المساعد دي كابتن زيزو بتاريخه باسمه يكتسب الكلام ده. فدي ميزه النادي الاهلي، انه تملي النادي الاهلي. يعني مثلا لما وليد سليمان بطل وطلب منه انه يحضر الدراسات و وبعد كده قدر يتحط في مكان شيلة كان الله في عونه. يتحط في مكان شيلة كبيرة كمساعد الاول لخالد بيبو، وبعدين سبحان الله طبعا زي ما بقول لك ان احنا طول عمرنا بنربي كوادر. ودي ميزه المجلس الاول. ايه التحديات اللي هتواجه خالد من وجهه نظرك؟ هو ايه التحديات وايه النصايح اللي كابتن ماهر يقولها لخالد؟ هو طبعا خالد من اللعيبه كانوا الموهوبين، لما اشتغل في قطاع ناشئين في الجانب الاداري والجانب الفني اكيد اكتسب مع الخواجه التشيكي، اكتسب حاجات كثيره جدا، منها الشخصيه، منها قربه للعيبه، منها ان هو كمان اسمه كلاعب كان في النادي الاهلي ومنتخب مصر، اسمه برضك يدي ثقه للاعبين. مهم ان انه اللعيب يعني لما ياخد منصب اداري كان يبقى يعني ليه نجوميه او يعني ليه هاله، او طبعا تفرق في تفرق اللبس، تفرق كتير جدا، لان اللعيب برضك عارف بيتعامل مع مين، بيتكلم مع مين. خالد بيبو اللعيب الدولي، اللعيب القدم النادي الاهلي اللي عنده الخبرات، جاي في مهمه تكمله المشوار بعد زميله. ويهمه كمان ان هو ينجح. عايز اقول لحكايه احمد كمان لعبوا مع بعض بتهيألي. مجلس الاداره كمان يعني اقصد اقول انه سيد وخالد لعبوا مع بعض. لعبوا مع بعض. وهي دي حلاوه من جيل ومن جيل. وهي دي حلاوه ان انا بسلم الرايه بقى للجيل اللي بعدي، اللي هو زي ما انت قلت صديقي، وفي نفس الوقت موجود في الكارير وعنده الجانب الاداري والجانب الفني وشخصيته. وبعدين عايز اقول لك كمان دي برضك ميزه الكابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط، انه في ظهر مدير الكوره، اللي مدير الكوره هو حلقه الوصل اللي بين الجهاز واللاعبين ومجلس الاداره. فمش اول مره التواصل ده، خد بالك، موجود بقاله سنتين ثلاثه مع كابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط وخالد بيبو كرئيس لقطاع الناشئين. وهي الصلاحيات اللي بياخدها مدير الكوره من المجلس المجلس. الصلاحيات كمان مهمه زي ما حضرتك قلت كده، الصلاحيات كمان مهمه جدا. وعايز اقول كمان الالتزام. يعني برضك مدير الكرة ده أول واحد بيجي يفتح النادي وآخر واحد بيمشي، وتملي قريب من اللعيبة، من الجهاز الفني. أوضة اللبس بتاعت الأهلي صعبة جدا. يعني فكرة إنك أنت تبقى عندك لعيبة كلها نجوم، بره الأوضة دي في 70 ولا 80 مليون مستنيين لك واقفين لك على كل مباراة، هيحاسبوك على السقطة واللقطة زي ما بيقولوا، إنك بتعامل مع جهاز فني أجنبي، ثقافة مختلفة، إنك داخل على موسم يمكن يكون اصعب موسم، يعني احنا بنقول على الموسم ده صعب ويكاد يكون مستحيل. بالزبط. الموسم اللي جاي اصعب منه. صح. فبالتالي كلها تحديات قدام خالد، يعني عليه ان شاء الله، وان شاء الله يكون قد المسؤوليه وينجح فيها. اكيد اوضه اللبس صعبه يا احمد لو ما فيهاش التزام. يعني ودي مش موجوده في قاموس النادي الاهلي وسياسه النادي الاهلي. يعني طول عمر اوضه اللبس في النادي الاهلي ملتزمه. اللعيبه اللي موجودين حاليا من اقدم اللعيبه اللي بتشوفها، يعني عمرنا ما سمعنا شكوى من اي لعيب من اللعيبه دي بصراحه.
ولا حتى لعيب من اللعيبه دي خرج على النطاق، وحتى لما بيحصل خرج على النظام. اللي بيعجبني في يعني في مدرسه الاهلي بصرف النظر عن الاسماء، انا مش بتكلم على واقع بعينها يعني، بس حتى لما بيحصل اول حد بيعترف بخطئه هو فكره العقوبه تمام، بس تحس انه اللاعب مش بس متقبل لكن بيقول انا اسف ان انا يعني بالزبط. خرجت على النص. وهو دي حلاوه اوضه اللبس، وهو دي حلاوه مبادئ النادي الاهلي. واللعيبه دي خلاص نضجت، عارفه اللي ليها واللي عليها، عارفه ان في لائحه بتدير اوضه اللبس بانضباط بشكل كبير جدا، عارفه ان ورا اللائحه دي مدير كوره قوي، اسم عنده من الخبرات الاداريه، الخبرات الفنيه، طبعا مسانده لجنه التخطيط بكده كابتن محمود الخطيب في ظهره. كل الاعتبارات ديت بتبقى موجوده في اوضه اللبس، واللعيب بيبقى حاططها في الحسبان، عارف ان رحيل سيد هيجي واحد بيكمل مشوار سيد. ايوه يعني واحد تاني بيكمل مشوار سيد، يهمه انه ينجح، وطاقه سيد وخبراته موجوده طبعا، اعتقد انها هتكون مفيده في حاجات كتير. هو ده التواصل بقى احمد الجميل في السؤال بتاع حضرتك ده، ان مليون في الميه هيبقى في قعدات ورشه عمل بين سيد وبين خالد بيبو في كل حاجة، فنيا وإداريا وتنظيميا ومستقبليا. ودي حلاوة النادي الأهلي، سيد مش هيبعد عننا، سيد هيبقى موجود، لأن احنا خبر السيد وشخصية السيد وأداء سيد صعب جدا النادي الأهلي يستغنى عنه. أكيد الكابتن محمود الخطيب ولجنة التخطيط في شركة الكورة موجودة يعني، وممكن يبقى التفكير أصل يعني أنا آسف بس أنا هاخد حضرتك للموجة للتيار يعني، الكلام متاخد على إنه أو في ناس بتحاول توصل الأهلي باع سيد عبد الحفيظ، في حين إنه ده تفكير جالي على طول إن وارد جدا إنه سيد يبقى وصل لحد الكمال والتمام في الحتة دي، وقدراته وخبراته ممكن تبقى افضل وافيد في منصب تاني، يعني ممكن يبقى الموضوع بين قوسين كده على سبيل الترقيه، احنا مش بنستغنى عن سيد، لا احنا هنستخدم قدرات سيد دي ونوظفها في مكان تاني طبعاً. ناخد طبعاً. منه افضل ما وممكن يبقى اعداد لسيد برضه على حاجه تانيه. بالظبط، انت تفضلت احمد في بدايه كلامك ان المكان ده ورد عليه مين؟ كابتن صالح وكابتن حسن حمدي وكابتن زيزو وحسام البدري وثابت البطل الله يرحمه وكابتن طارق سليم، ورد عليه عظماء في هذا المكان. فعايز اقول لحضرتك يعني مفيش حد هيفضل قاعد في المكان بتاعه ده على طول. طبعا سبحان الله. على فكره يعني انا في واحد من الحوارات سيد حفيظ هو شخصيا كان بيقول كده بالظبط، قال لك مفيش حد بيشتري كرسي. وفين كان قبل سيد كان مين يا كابتن احمد؟ ومين اللي كان قبله؟ هو قال حتى قال في ومين اللي بعده؟ هو بيقول في كلمه قالها له كابتن ثابت البطل الله يرحمه، قال لك انه لو كان دامت لغيرك ما كانتش وصلت لك، وهو قال شخصيا انا مقتنع جدا جدا بالكلام ده. لان السيد من الشخصيات المتواضعه، وولد حبوب جدا، ابن النادي الاهلي فعلا المخلصين. صحيح. يمكن الكره ما اديتهوش وهو بيلعب، لكن اديته وهو كمدير كوره، دلوقتي من افضل مديرين الكوره اللي جم في تاريخ النادي الاهلي. فدي حاجه من ضمن الحاجات اللي اكتسبها سيد بشكل كبير جدا، حبه لجماهير النادي الاهلي وحبه للعيبه. وبيتهيألي كمان انه ردود الافعال بتاع جماهير النادي الاهلي بتعكس يعني ابتديت كلامي انه فكره انه كابتن سيد هو يعني محور احاديث الناس اليومين دول او الاهلاويه، ده بتعكس قد ايه انه الناس حبت سيد عبد الحفيظ وقدرت تمام مشوار عطاه. اصعب شيء لوليد سليمان، شيلة صعبة جدا وتقيلة جدا وتحدي كبير قدام وليد. يعني هو وليد برضك يعني سبحان الله عشان لسه كبداية طبعا اكيد. خد بالك ان الناس النهاردة مش بس الناس يا كابتن ماهر، الناس والظروف. انت شايف النهاردة يعني حجم الصفقات اللي بيعملها الخليج العربي والارقام بقت عاملة ازاي؟ في امكانيات ماديه هائله بالتاكيد هتاثر على السوق عندنا في مصر هنا، انت بتنافسهم في سوق افريقي وبتنافسهم في سوق عربي لاتيني ممكن الى حد ما شويه يعني ممكن نفكر فيه، وبالتالي الناس دي بقى بتدفع ارقام، وبالتاكيد اي حاجه ظهرت في افريقيا هيبقى سهل جدا، وبالتالي قطاع الناشئين بالنسبه لك الظروف الاقتصاديه سعر العمله كل دي حاجات اكيد الاداره بتفكر فيها وهي بتعمل او بتفكر في مستقبل فريق الكوره. فبالتالي قطاع الناشئين اعتقد هيكون واحد من اهم الحلول للاهلي في السنوات اللي جايه او السنوات القادمه من ناحيه الاعتماد على انه
اما انه يضخ مواهب جديده تقدر تستفيد بيها فنيا في الفريق او تستفيد بيها ماديا في تسويقها وبيعها للخارج. وهو دي سياسه النادي الاهلي، يعني اكيد لجنه التخطيط الكابتن عبد الخطيب بيقعد بالاستراتيجيه، منها الاهتمام بقطاع ناشئين اكيد برضك في، وحتى شركه الكوره اكيد طبعا في اهتمام بشكل كبير جدا. وليد هيبقى له دور كبير جدا خلال الفتره اللي جايه في الجزئيه دي، لان برضك وليد خلاص اتنقل من حته لاعب محترف الى اداري محترف. اكيد طبعا هيستعين بوجود خالد بيبو بشكل كبير جدا، هيستعين بوجود سيد عبد الحفيظ بشكل كبير جدا طبعا. ما تشوفش انه مارسيل كولر لازم، يعني اذا كان مارسيل كولر قدم اوراق اعتماده ومن الواضح جدا انه الموسم ده احنا بنتكلم على مشروع ممكن يمتد لسنوات طويله ان شاء الله، وجود مارسيل كولر ان شاء الله مع الاهلي مدرب اثبت كفاءه وحاز على ثقه الجمهور، ودي حاجه صعبه بالنسبه لاي مدير فني انه من سنه اولى الجماهير تقول لك مارسيل كولر تمام العلامه الكامله. فمش شايف انه مارسيل كولر ممكن يبقى ليه يد او تدخل او تنسيق، ما اعرفش المسمى ممكن يكون ايه، مع قطاع الناشئين في النادي الاهلي؟ هو سؤال جميل يا احمد من خلال برنامجك بصراحه. يعني اتمنى لجنه التخطيط الكابتن محمود الخطيب ان احنا زي فيتوريا ما عمل مع المنتخب الاول، الراجل شارك مع المدير الفني في اختيارات اللعيبه بالنسبه للمنتخب الاولمبي، شارك مع القطاع اللي موجود تحت بالنسبه للتنظيم الاداري او التنظيم الفني. فاتمنى طبعا ان يبقى لجنه التخطيط كابتن محمود الخطيب ان يحطوا في الاستراتيجيه ان كولر محتاجينه برضك نستفاد من خبرته في الحته التنظيميه تحت. أيوة. بالنسبه للجانب الفني او الجانب الاداري. مش عايز اقول باستمراريه، لكن هو الراجل بيتابع، اللي انا عرفته بيتابع قطاع الناشئين من خلال الاستعانه بالولاد اللي هو بيحتاجهم في المباريات الحبيه. أيوة. ومن خلال الولاد دول، من خلال تدريباته معاهم ومن خلال السلوكيات وانضباطهم من الناحيه الاداريه ومن الناحيه الفنيه بيبدا يقيمهم. فدي برضك مهمه برضك يا احمد. يعني إن كل ما بسال الكباتن الكبار الناس كلها لما بتتفق على حاجه في مارسيل كولر، او اكتر حاجه لفت نظر الناس في مارسيل كولر انه الراجل بيشتغل بشكل علمي. وفكره الشكل العلمي ده احنا بنفتقده هنا في مصر، فكره انه التاسيس كمان من تحت للعيبه الصغيره. انا طبعا بسمع ان فكره انك انت تعلم الصغير ده شيء صعب جدا، يعني الناس تتخيل انك انت دايما بتجيب مديرين فنيين للفيرست تيم لانه الاهتمام والجماهيريه والبطولات مع الفيرست تيم، لكن فكره انك انت التاسيس من تحت من الناشئين براعم بقى وناشئين، ده شيء صعب جدا ومحتاج النواحي العلميه اكتر منها الخبرات فاعتقد انه بما انه الميزه الاهم في مارسيل كولر انه بيعتمد على النواحي العلميه، ممكن يبقى مفيد جدا لحد زي كابتن وليد سليمان في قطاع الناشئين. وكمان يا احمد زي ما انت ذكرت كده وتفضلت، كمان انا فاكر السنه اللي فاتت كان اسامه حسني، اسامه خرج راح عمل معايشه مع بايرن ميونخ. ايوه. فدي برضك من ضمن الحاجات اللي احنا لازم دلوقتي نبدا نفعلها ونشتغل عليها. وليد سليمان نقدر نوديه قطاع من القطاعات الكبيره في اوروبا يتعايش مع الاكاديميات. أيوة. اخبار ايكس على فكره، ايكس وبروسيا دورتموند. هنا بقى مش قصه القاب وبطولات، قصه الانديه اللي بتفرغ. أيوة. لكل اوروبا، كل يعني ايكس امستردام كنت لسه بتكلم في حلقه يوم الاربعاء، كل سنه يروح باع خمس ست لعيبه فتقول الفرقه هتقع. تلاقي السنه اللي بعدها في خمس ست لعيبه يكسروا الدنيا، يبيع خمس ست لعيبه. فاياكس، بنفيكا في البرتغال، بوسا دورتموند، لايبزيج، سالزبورج، الانديه دي في اوروبا صحيح ما بتجيبش القاب وبطولات بس دايما عندها قطاعات الناشئين رقم على اعلى مستوى. فالنهارده ايه المانع ان انا يبقى في معايشه للجزئيه بتاعت الاكاديميات، وازاي الاكاديميات دي نتعامل معاها من الناحيه الفنيه من الناحيه الاداريه، ازاي البراعم، ازاي الناشئين. فده دور برضك مهم. صحيح. جدا لجنه التخطيط ان انا اقدر ابعت ولادي معايشه جميله جدا يكتسب فيها خبرات بشكل كبير، وهو ده الاكتساب الخبرات بيحصل نوع من التطوير في القطاع اللي موجود قطاع الناشئين في النادي الاهلي. طيب زي ما ابتديت اللقاء مع كابتن ماهر بالكلام على موسم ناجح، يهمنا وعينين او عيون جماهير النادي الاهلي كلها على الموسم اللي جاي. واحد
الميركاتو الذي لم ينتهي بعد، السؤال عن المهاجم، الصفقات اللي أتمها بالفعل النادي الأهلي وتم الإعلان عنها زي إمام ورضا سليم، عودة بعض الأسماء للمشاركة مع النادي الأهلي مرة تانية، والأسماء اللي تقدر تراهن عليها أنها ممكن تكون إضافة حقيقية، ويمكن بشوف أنه كريم نادفيد واحد من الأسماء دي اللي ممكن تراهن عليه بشكل كبير جدا في الموسم الجاي، ويعتبر صفقة. عودة أكرم وكريم اللي بالتأكيد الاثنين كانوا قوة ضربة، كل الكلام ده والموسم اللي جاي والميركاتو والصفقات هنتكلم عليهم مع كابتن ماهر، لكن بعد الفاصل. مرة تانية أهلا بيكم في السادسة، وبرحب طبعا بنجمنا الكبير وضيفنا النهارده في السادسه كابتن كبير ماهر همام. اهلا بك كابتن ماهر. اهلا كابتن احمد. كنا بندردش انا وكابتن ماهر في الصفقات، فيها في منها اللي ينفع يتقال على الهواء وفي منها اللي لسه شويه، لكن خليني اخد راي كابتن ماهر في الصفقتين اللي تم الاعلان عنهم، امام عاشور، رضا سليم اللي جاي طبعا من الجيش الملكي المغربي، وامام من ميتلاند الدنماركي. شايف الصفقتين دول ازاي وحجم الاضافه اللي ممكن يكونوا على سكواد الاهلي يعني في الموسم اللي جاي؟ هو الحمد لله احمد، احنا يعني احتياجنا للعيبة او الاماكن على الخريطه اللي رسمها مستر كولر الحمد لله احتياجات مش كتيره، يعني ان احنا عندنا في كل مكان في لعيب، وفي مش عايز اقول البديل اللي بيكمل المشوار. صحيح. فعندنا حوالي اكتر من 25 لعيب 27 لعيب هايلين بصراحه، يعني هو الموسم الجاي ضرب نار يا كابتن ماهر، انت عايز فرقتين. صحيح. طبعا محتاج بقى الخريطه دي بجد، يعني مش بالظبط كده، لانك انت رايح لموسم قوي جدا، وسبحان الله هو طول عمر النادي الاهلي كل المواسم بالنسبه له قويه. ايوه بس يعني مفيش موسم عدى عليك زي اللي جاي ده. ده يعني هيبقى اقوى. يعني انت يكفيك طبعا مشاركه الدوليين مع منتخباتهم، عندك منتخب اولمبي في اولمبياد، وعندك منتخب اول، عندك كاس عالم تصفيات، وعندك بطولة أمم أفريقيا، ده كله في موسم واحد. سنة وزيد عليهم بقى إنك هتلعب كأس عالم، وهتلعب البطولات اللي لعبها كل سنة كأس عالم، وبطولة دوري أبطال أفريقيا، وكأس قديم وكأس جديد، ودوري، وهيزيد عليها كمان مشاركة في بطولة السوبر ليج أو اللي هي الدوري الأفريقي زي ما سماها الاتحاد الأفريقي. فبالتالي عدد المباريات، شكل المنافسة، حجم المنافسين، امتداد الموسم أقوى. موسم مستحيل يعني بصراحة. احنا نهينا ب 60 مباراه الموسم ده يا احمد، ده ممكن الموسم الجاي العدد ده يزيد. طب لكن عايز اطمنك، غير المشاركات الدوليه طبعا، يعني غير المشاركات الدوليه، ما كانش عندك امم افريقيا وما كانش عندك اولمبياد، مش هيريحوا. انا عايز بس اطمنك، اقول لك ان ده الموسم اللي احنا نهينا فيه وهناخد راحه فيه، وهنبدا فتره اعداد من جديد. طبعا دي برضك ما كانتش موجوده في الثلاث سنين اللي فاتوا، وكنا بنعاني، وعيني اتظلم فيها موسيماني واللي بعد موسيماني، حتى مستر كولر لما جه نفس الكلام اتظلموا. بتفرق لما الصفقات الجديده تخش مع الفريق من بدايه الموسم جدا. بتفرق جدا، لان برضك اللي ما عرفناش نحكم عليهم يا عيني جولنا في وسط الطريق. أيوه. يعني غير خالد وغير مروان، دول ولاد بلدنا. أيوه. يعني عارفينهم وعارفيننا وفاهميننا ونظام أيوه. لكن قندوسي وكريستو يا عيني جايين برضك. أيوه. الدنيا صعبه، يعني برضك هو عين عايز يثبت وجوده، عايز يقول للراجل ان هو صفقه فعلا رابحه. انا جدير ان اكون. انت رايك فيه ايه يا كابتن ماهر؟ والله هم لعيبه كويسه بصراحه، حتى الاختيارات الجديده بالنسبه لعاشور وبالنسبه لسليم. انا شايف صفقتين كمان من العرس الثقيل بصراحه، في اماكن كمان احنا محتاجينها. زي ما بقول لك ان الراجل عمل الخريطه بشكل كبير جدا، ما بيحطش ايده على الاحتياجات الا إذا كان هو بقى خلاص صاحب القرار أو الأخير. يعني الأول كانت الأمور لسه إيه رأيك في ده؟ لا، هو دلوقتي هو اللي بيشوف وهو اللي بيقرر، وهي دي يعني الحاجة كويسة إن مستر كولر هو دلوقتي صاحب القرار الأول الأخير في اختياراته للعيبة. هو اختياره للولدين اللي ذكرنا أسمائهم، عاشور ورضا، أنا شايف لعيبة عندها كل المقومات، عن السرعة والرشاقة والمرونة والمهارة والتصويب وإجادة الأهداف والاختراقات بأنواعها، حتى الأماكن. يعني أنت برضك من ضمن الحاجات، رضا بيلعب ناحية اليمين ويقدر يلعب ناحية الشمال، يقدر يلعب صانع ألعاب، يعني كمان حتة اللي احنا بنسميها كده الجوكر. أنت بتبقى محتاج في كل خط عندك لعيب جوكر واثنين جوكر يخدموك في بعض الأماكن، حتى كريم اللي راجعين من الإصابة، كريم وأكرم نفس المقاومات. أيوة. دي برضك من ضمن الحاجات اللي ان شاء الله هو خط نص الاهلي، يعني اللي ما فيش شك فيه انه خط النص الاهلي بقى بيسموها ايه؟
قفل ومفتاح يعني خلاص تقريبا صح كده ولا انا قلت حاجه؟ ضب ومفتاح معلش خد بالك احمد مش من دلوقتي ومفتاح. احنا بقالنا يمكن 3-4 سنين بس اقوى خطوطنا نص ملعبنا صحيح بس هو برده ما حدش كان متوقع انه مروان يعني يجي. بصراحه يجي ويعمل كده يثبت يعني وجوده بالشكل ده. ديانج ما فيهوش طبعا الدبابه ده صح؟ مالوش اضيف عليهم طبعا السلية خبراته طبعا وواحد من كباتن الفريق وقائد مهم. ويعرف يعني يبقى ليه دور جوه الملعب وبره الملعب كويس. امام عاشور عوده كريم ندفد عندي افشل السنه دي النص الثاني من الموسم التحسن الدفاعي بالنسبه لافشل حاجه جميله جدا فيرجن جديده يعني. بصراحه فيرجن جديده نسخه جديده يعني. محمد مجدي افشل عندي كوكا الصاعد الواعد عندي فخري صاعد الواعد فيعني خط نص كريم الدبسي كمان احمد الراجل بيشيد بيه بشكل كبير جدا يعني بعض الناس وعلي معلول يا جماعه علي معلول الخبرات دي حاجه جميله لسه علي قدامه كمان سنه سنتين ثلاثه كمان ان شاء الله بس احنا البديل بقى لا بس علي كريم الموسم الجاي صعب عليه ما عشان منتخب يعني تونس يعني علي الموسم الجاي مرواحه وبديله خد بالك في كل مركز من المراكز اللي احنا اتكلمنا فيها في ال 11 في الملعب بما فيهم راس الحربه يعني لو كنت على الكهرباء هداف شريف هداف الاثنين بالظبط وانت بتتكلم انك محتاج مهاجم بس عندك اثنين ممكن يأدوا لك ويعملوا الدور ده بمنتهى النجاح وحتى بقيه المراكز باك يمين هتلاقي هاني وهتلاقي خالد وهتلاقي كريم وهتلاقي اكرم نص ملعب زي ما احنا اتفقنا عندك خطين نص ملعب اجنحه عندك تاو والشحات عاملين موسم رائع بالزبط. عندك عبد القادر وعندك طاهر عندك كريستو صاعد واعد وحتى في خط الظهر لكن في النهايه المركز ده تحديدا في الموسم اللي جاي ده صعبه يا كابتن انت محتاج راس حربه وزي ما قلت لك ان راجل معجب قوي بالدبسي كريم دبيس وهيفرق معاه في فتره الاعداد اللي جايه هيبدا بقى كمان يعرف عقليه الراجل عايز ايه يفكر في ايه هيبدا ينقله عاجبك كريم يعني شايف ان كريم ممكن يبقى هنا في الجزء ده ان شاء الله لعب كويس وبعدين كمان فرصه انك انت مسك الاعلى علي معلول يبقى قدامك يعني قدامك هتكتسب منه ازاي بقى الحركه التحرك الباص الذكاء الكروس ازاي يطلع تحت الكوره ازاي يهاجم ازاي يدافع ازاي اميل كل الحاجات دي فرصه يا احمد انك انت معاك لعيب من افضل اللعيبه الهجوم في المحترفين في تاريخ السبع سنين او العشر سنين اللي فاتوا ففرصه بالنسبه لكريم انه يستفاد وغيره مش هو بس اسالك سؤال كره يا كابتن ماهر اتفضل اوقات كتير جدا وحصلت وممكن اديك امثله كتير يعني اخرها كريم فؤاد بالمناسبه لعيبه تم اعاده اكتشافها لعيبه مدافعين وانت طبعا واحد من اهم المدافعين اللي جم في تاريخ مصر بس لعيبه مدافعين بيبقى عندهم مهاره الهداف فممكن مدير فني يجي يروح ايه يعيد توظيفه فيبقى مؤثر هجوميا لكن العكس الصحيح العكس ما بتشوفوش بيحصل كتير ان اللعيب يبقى مهاجم وتعود يلعب في ليه دور هجومي ترجعه يبقى لينا واحد دفاعي ما اشوفهاش ليه بقول لحضرتك السؤال ده لانه مثلا يعني خليني يعني هروح مع حضرتك لبعيد شويه كريستو بشوفه لعيب عنده مقاومات هايله جدا صغير في السن عنده كوره واضح انها عاليه جدا عنده سرعه كويسه جدا بس هو توظيفه طول عمره ونجاحه في الحته هجومي. اللي فوق هو انا مثلا ما ينفعش كمارسيل كولر افكر في ان انا اوظف كريستو ده باك شمال مثلا يعني انا هضرب لك امثله يمكن اجيالنا احنا كانت موجوده فيها السؤال الجميل اللي انت سالته ده يعني اقول لك مثلا مصطفى يونس بدا راس حربه وبعدين رحنا مرجعينه مساك فبقى عنده الدرايه ازاي يتعامل مع راس الحربه ايوه هو كراس حربه هو راس حربه عايز ازاي فلما رجع بقى مدافع بقى يقف يقفل عليه ازاي يقطع منه ازاي يعني واخد بالك ابراهيم يوسف كان نص ملعب مهاجم والله كابتن ابراهيم يوسف الله يرحمه نص ملعب على طول كان نص ملعب فروحنا مرجعينه غير مدافع بصراحه مرجعينه ليبرو فبقى يعني غزال المكان ده ففي حاجات زي ما انت ذكرت كده احمد ممكن المدير الفني طب انا عايز اقول لك حاجه ما كريم كان بيلعب باك رايت صحيح وبعدين كولر جناحه كان مكسر الدنيا نفس الكلام اكرم اكرم بيلعب في نص الملعب هاف ديفندر باك يمين عالمي بالظبط باك يمين عالمي فهي يعني ممكن الضو ممكن يعني الراجل بس هو هي بس انت بتحتاج لما بتجيب من قدام لورا نمره واحد لازم يكون عندك الوجبات الدفاعيه
يعني اي بس خد بالك انه معلول على ما اتذكر، عشان بس ما حدش، على ما اتذكر في الصفاقسي ما كانش مدافع بيلعب صريح، بيلعب هاف، كان بيلعب هاف هاف في نص الملعب قدام، هاف ليفت. لكن لما جه الاهلي بقى باك ليفت. فاقصد اقول انه وعلى فكره بيبقى لما وده واضح في مثال علي انه هجوميا مؤثر جدا مع الفريق، سواء في التسجيل او في الصناعه. يعني ما تقدرش تقول انه ارقام علي دي في مشواره مع الاهلي ارقام مدافع، بالعكس دي ارقام مهاجم وصانع العاب كمان. فبيلاقي عنده السنس الهجومي اطراف ده. الملعب ممكن يا حبيبي، لكن هي المشكله بتبقى الثلاثه اللي ورا او الاثنين اللي ورا المساكين دول، انت بتحتاج مساك مساك، لان صعب ان ده كمان يخترق، لو اخترق الدنيا هتبقى. لكن الاطراف لما بتطير، وطبعا انت كنادي اهلي صعب جدا انك انت يعني عندك اطرافك او جناحاتك كلها لازم يبقوا مهاريين وعندهم الجانب الهجومي مش اقل من 80%. ايوه الجانب الدفاعي بيبقى 20% ممكن في الارتداد خفيف، في تغطيه، في ميلان، لكن بيقوم بيه بقى المساكين وبيقوم بيه الاثنين الديفندر. يعني دي برضك من طرق اللعب النادي الاهلي بيقدر يستغلها بشكل كبير جدا. فعشان كده احنا شايفين علي معلول اللي هو مهاجم على طول، شايفين هاني مهاجم على طول، لانك انت مش خايف ان بتبقى في ثغره، لان في ناس بتقدر تميل وتقدر تتغطي في الواجبات اللي بتطلب منها. طيب في ثلاث اسماء راجعين على زحمه، راجعين على ضرب نار، والثلاثه ايا كان السبب يعني في ابتعادهم، سواء ندفت بالاعاره او كريم واكرم للاصابه، الثلاثه كانوا في حاله تالق شديده جدا. يعني اكرم توفيق كان اساسي منتخب مصر وكان اساسي نادي اهلي، كريم فؤاد كان هداف الفرقه مع توظيف مستر كولر ليه في بدايه الموسم كجناح يمين، وكريم ندفد قدم موسم كويس جدا مع فيوتشر. الثلاثه دول راجعين، اكرم راجع على تالق محمد هاني. كريم لو رجع هيبقى داخل على اكرم، لو الخواجه فكر فيه ورا فهيبقى راجع على اكرم وهاني اللي هو يعني كان الله في عونه، ولو طلع على قدام فعنده بتاو ورضا وطاهر والشحات، وكريم ندفد يعني حدث ولا حرج داخل على خط نص يعني كلهم نجوم كبار جدا. فشايف فرصهم ازاي وايه المطلوب منهم عشان الاهلي يقدر يستفيد بيهم، عشان هم يقدروا يرجعوا يحجزوا مكانهم الاساسي. بالنسبه للاثنين المصابين يا احمد، بس نضمن شفائهم. ايوه كريم الموسم اللي فات بحقيقي طبعا ان هو ادى موسم جميل جيد جدا، وده ميزه الاعاره اللي النادي الاهلي بيعملها. ايوه انك انت بيبعتك فرقه من الفرق الدوري الممتاز تحتك بشكل كبير جدا، بتكتسب خبرات وبتاخد الاجواء وتاخد الثقه، لما ترجع للنادي الاهلي بيبقى المنافسه شريفه. زي ما احنا قلنا، تفضلت انت في اول كلامك ان موسم قوي جدا. موسم عدد مبارياته هيعدي 70 و80 مباراة، فالنهارده كل لاعب من دول اللي احنا ذكرنا اسمائهم هيبقى ليه دور ودور مفيش مؤثر. مفيش مخرج من القصه دي يا كابتن ماهر، بشكل كبير جدا يعني. معلش انا اسف على انا قطعت اجابتك، هرجع لها عشان وقتي، بس مفيش مخرج من قصه الموسم اللي جاي دي؟ صعب 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 يعني. احنا احنا مش بقالنا 3 4 سنين، لا احنا بقالنا احنا الجانب الاداري يعني ما تلغيش بطوله مثلا، ما تلغيش ولا صعب يعني؟ اصل الاتحاد والرابطه بعض الاقتراحات قالوا الرابطه والاتحاد ممكن يبقى دور واحد، الدوري عام دور واحد. يعني احنا بنزود ماتش، ده قال لك كاس السوبر بقى 4 فرق بعد بعد ما كان فرقتين، وفي كاس تاني هيتم مش عارف استحداثه، كاس النيل. طب نرجع تاني للثلاثة دول، شايف ازاي وتوظيفهم فين؟ يعني الاستخدام الامثل ليهم زي ما كانوا بيلعبوا، اكرم يرجع باك يمين، كريم يرجع جناح يمين، ندفد يلعب وسط ملعب، ولا اكرم يرد في نص في قلب الملعب ممكن يبقى تعويض؟ بعتقد ان بروفايله ممكن يبقى قريب من حمدي شويه، وكريم يرجع باك يمين مع هاني. هو ده دور مستر كولر بقى. وطبعا والجهاز الفني، وطبعا مستر كولر هو الخريطه اللي من خلاله الخريطه الفنيه. هو هيبدا يدور اللعيبه دي يا احمد. أيوة. حسب احتياجات المكان اللي ممكن يحصل فيه خلل. بيتهيألي برضو فكره انك معاك كذا لاعب في الفرقه طبعا مهم، بيلعب في اماكن مهم كتيره جداً. دي طبعا احنا بنقول عليها باللغه الفنيه الجواكر. يعني انت تملي يا احمد وانت في الخريطه كده، تحط الاسماء باماكنها، وبعدين في الاخر بتروح مطلع 1 2 3. الثلاث اربع لعيبه دول بيبقوا جواكر للاماكن كلها. ايوه للاماكن كلها، نص الملعب وخط الظهر والمهاجمين
ودي حاجه من ضمن الحاجات اللي بتفرح لما يبقى عندك تيم عندك فيه اكتر من 3 4 جواكر يقدروا يعني يسدوا لك اي ثغره بتحصل، فبيبقى فيها يعني طبعا توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. فانا عايز اقول مستر كولر الحمد لله رب العالمين، هو طبعا في منتهى السعاده في الدنيا ان هو جه المكان الصح. انا بيتهيألي هو شخصيا ما كانش يحلم باللي صعب ده. صعب جدا انك انت تحلم وانت راجل محترف في اوروبا انك تيجي المنطقه العربيه او المنطقه الافريقيه وتاخد 4 5 بطولات ولسه ان شاء الله البطولات القادمه ان شاء الله. فده بيبقى طبعا عايز اقول لك اكتر واحد سعيد في المنظومه ككل هو مستر كولر في النجاحات اللي حصلت، وكمان معاه لعيبه تساعد. ما انت كمان لعيبه النادي الاهلي دلوقتي اصبحت من افضل اللعيبه اللي موجوده في افريقيا والعالم العربي. طبعا. وزي ما قلنا برضك احنا يا جماعه احنا بننافس ريال مدريد، احنا في حته ثانيه في الكره العربيه والكره الاسيويه. والافريقيه. فالنهارده النادي الاهلي يعني كنت تتمنى الاهلي يشارك في البطوله العربيه؟ انا كنت اتمنى بصراحه يعني كان نفسي. لكن طبعا يا عيني الماتش المصري بالعافيه يا كابتن. لكن طبعا يا عيني انا مشفق عليهم جدا. لا انا كنت اتمنى لو احنا مثلا في فتره الاعداد دي ونطلع على البطوله نتفرج بقى يا احمد نتفرج على الحلاوه والاداء بتاعه النادي الاهلي في بطوله زي دي. لكن طبعا انا بتمنى لهم التوفيق زي ما قلنا موسم ان شاء الله قوي عندنا فتره الاعداد ان شاء الله حسب ما الجهاز الفني هيقرر اذا كانت المانيا لان المانيا من المحطات اللي احنا بنحبها واللعيبه بترتاح فيها بشكل كبير ومن خلال فترة الاعداد دي هننقل على موسم قوي ان شاء الله باذن الله نبدا بيه ان شاء الله باذن الله نجاحاتنا وبطولاتنا باذن الله. مدرسه شمال افريقيا هتكسب دلوقتي على مستوى المحترفين الاجانب، احنا عندنا في الفرقه قندوسي معلول كريستو رضا اربعه في مقابل بيرسي تاود يعني بالظبط هم شايف بصراحه انا شايف ان هم زينا وقريبين مننا وكمان فيهم ميزه كمان ان هم عندهم جلد جامد جدا وبعدين عندهم قلب يعني لعيبه عندها روح. شمال افريقيا كلها تلاقي الزحلقه والتاكلين والاحتكاك ويعني عندهم مقاومات احنا محتاجينها وبنقدر نسخرها بشكل كبير. فانا شايف ان شمال افريقيا يعني ومش من النهارده بس يا احمد ده بقالهم 3 4 5 سنين ناجحين معانا مش احنا بس يمكن مع كل الفرق يمكن صحيح. اللي موجوده على الساحه في الدوري الممتاز. معلوماتك ايه عن صفقه المهاجم؟ والله يعني انا شايف ان سوزا ده جوستافو سوزا يعني انا شايف ان يعني مهاجم قوي جدا مهاجم هداف وكمان يمكن ظروفه كمان هتساعدنا ان هو خلال 4 5 اشهر هيبقى حر او 7 اشهر حاجه زي كده فممكن نبدا بيه في يناير تبقى يعني قريبه في سبيل اللي معلوش مشاكل بقى مش هنخش في مشاكل بقى هنا او مصر وكلام من ده وبتاع ومبالغ كبيره وطالبين مش عارف ايه وكلام من ده فيعني ممكن يكتمل شكل الفريق بالمهاجم ولا تعتقد ان في صفقات ثانيه بعد لا يكتمل بشكل كبير بصراحه يعني ده اللي احنا محتاجينه وفعلا واضح قوي احنا السنه اللي فاتوا دول متاثرين بشكل كبير جدا بعدم وجود لكن انا بحيي كهربا طبعا بصراحه انه بيأدي في هذا المكان طبعا. شريف بدا يرجع لمكانه الطبيعي في التهديف مره ثانيه هنحتاج كل اللعيبه طبعا اللي جاي طبعا ما تقدرش تعتمد على راس حربه واحد هو ده المكان احمد اللي قلت لك عليه بيحصل فيه هلك جامد جدا طبعا. عايز بدل البديل 2 وممكن 3 ومكان قلب الدفاع صحيح برضك عايز 2 وعايز بديل 2 ترشح حد يا كابتن ماهر؟ لا احنا الحمد لله يعني الامور ماشيه باللي موجودين وربنا بس يبعد عنهم الاصابه ان شاء الله خلال الفتره الجايه باذن الله ان شاء الله باذن الله موسم موفق حقق فيه الاهلي كل الالقاب اللي تسعد جماهيره ومبروك على موسم اللي فات كابتن ماهر يا احمد وان شاء الله كمان سنه من دلوقتي ان شاء الله نبقى بنتقابله وبارك لك برده على موسم ناجح للنادي الاهلي وللكل الاهلاويه بشكرك على وجودك معانا شرفتنا ونورتنا في السادسه انا اسعد بيك والله ربنا يبارك لك يا ماهر شاكرين جدا بشكر حضراتكم على المتابعه بكره حلقه جديده من السادسه تحياتي لكم